في البداية المخاوف النفسية دي مجموعة كبيرة من المخاوف تمام. بتنحصر مش بس في الخوف الاجتماعي، ولكن بتمتد إلى مخاوف من حاجات تانية كتيرة: الخوف من الدخول في علاقات، الخوف من اجتياز امتحانات، الخوف من مواقف معينة أو ناس معينة أو مراحل عمرية معينة. المخاوف عادة بتنتشر وسط الناس زي الفوبيات المتعددة: تمام الخوف من الضلمة، الخوف من الأسانسيرات، الخوف من المرتفعات، تمام الخوف من الأماكن المتسعة، الخوف من الأماكن الضيقة، الخوف من الوحدة، الخوف من الزحمة. يعني عدد كبير جدا جدا من المخاوف المرضية تمثل من 3% ل 13% من معدل الانتشار عندنا في المجتمعات العربية. تمام أما الخوف الاجتماعي فهو تجاوز مرحلة الخوف التقليدي ووصل إلى مرحلة الرهبة. طب لا نقف هنا ثانية واحدة، يعني الخوف من المخاوف العادية دي اللي هو الخوف من الزحمة، الخوف من انترفيو مقابلة امتحان، الخوف ان انا اول مرة بسوق، اول مرة هطلع قدام كاميرا، اي خوف من هذه الانواع ده خوف طبيعي او ده لا، ده نوع مش من خوف طبيعي. امال ايه؟ احنا بنبدأ الاول بحاجة اسمها التوتر العادي جدا، وده تمام توتر من الامتحان ده بيخليني اذاكر احسن، اقلق من الامتحان ده بيخليني اذاكر افضل، اقلق من تمام الانترفيو بحضر احسن. تمام ولكن لما القلق ده يعوقني عن ان انا اقدر اتكلم كويس قدام الناس، هنا انا وقعت في مشكلة، تمام هنا وصلت في مرحلة الخوف المرض اللي هي الفوبيا. تمام الفوبيا المتعددة بأنواعها الكتيرة وصل معدل انتشارها زي ما قلنا من 3% ل 13% في المجتمعات العربية، تمام بتزيد عند الإناث ضعفين الذكور، يعني موجودة يعني عند الست الإناث بتخاف او أكتر البنات بتخاف اكتر من بالظبط. الرجل بمرتين. يعني الضعف، العدد تمام ضعف العدد، مش ضعف كمية المخاوف. تمام، يعني نسبتهم عند الستات نسبة الستات للرجال اكتر من 2 ل 1 الرجالة. اتنين 2 لواحد. ل 1 تمام في المسائل الاجتماعية الخوف هنا بيتحول لرهبة، فبيبقى اسمه الرهاب الاجتماعي مش الخوف الاجتماعي، تمام والاسم العلمي بتاعه القلق والرهاب الاجتماعي anxiety and السوشيال فوبيا. تمام السوشيال فوبيا اللي هي المخاوف الاجتماعية. طب ليه بنقول القلق والرهاب الاجتماعي ده الاسم العلمي بتاعه في دليل تشخيص للاضطرابات النفسية؟ تمام ليه بنقول كده؟ لأن هو بدأ بالقلق العادي اللي موجود عند كل الناس، واللي بيبدأ بعد كده يعوقه من ان هو يظهر قدام الناس. تمام، هذا الرهاب الاجتماعي قادر على انه يوقف حياة الاشخاص تماما، ولا تتخيلي كم الاسى والالم والتعب والمشقة اللي بيلاقيها المصاب بهذا الاضطراب. لان احنا اتفقنا في حلقات سابقة ان ما بقاش في حاجة اسمها مرض نفسي، تمام كلمة disease ما بقتش ما بقاش موجودة، موجودة طبعا. بقى موجود disorder اللي هو اضطراب اضطراب. نفسي. اضطراب اقل في الحجم ولكنه اكثر شدة وألما على الشخص المضطرب، تمام لأنه متحور ومتحرك ومضطرب بمواقف معينة ومرتبط بمواقف وبينتقل معينة تمام وبينتقل زي ما حضرتك قلتي من وقت للتاني، بيتحور إلى اضطرابات تانية، يبدأ يزيد معاه شوية وساوس وبيحدث حالة من الكآبة.